موجز جديد بأهم وآخر الأنباء على قناتكم شوف تي في، أهلا بكم. استقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الخميس بالقصر الملكي بالدار البيضاء أعضاء الوفد الرسمي الذي سيتوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، ويضم الوفد الرسمي الذي يترأسه السيد الشرقي الدريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السادة العربي مخارق سفير صاحب الجلالة بالبرازيل وسويلم بوشعاب عامل ملحق بالإدارة المركزية بوزارة الداخلية وعبد المجيد غميجة رئيس غرفة بمحكمة النقد والكاتب العام لوزارة العدل والحريات والكولونيل مصطفى ناصف من المصلحة المركزية للعلاقات الخارجية والتواصل بالدرك الملكي وقيس بن يحيى مكلف بمهمة بالديوان الملكي. كما حضر هذا الاستقبال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق. أشادت اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس بجنيف بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن الهجرة واللجوء، مؤكدة أن هذه الخطوة المغربية تأتي بهدف مواجهة تحديات حماية اللاجئين. وأعرب مجلس إدارة المفوضية عن تقديره لمبادرة جلالة الملك، وذلك في نهاية العرض الذي قدمه السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف السيد عمر هلال حول السياسة الجديدة للحكامة الخاصة بتدفق الهجرة التي يرعاها جلالة الملك، وذلك خلال نقاش حول الحماية الدولية. انعقدت يوم الاثنين الماضي بسلا أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات برئاسة السيد فؤاد العماري رئيس الجمعية ورئيس المجلس الجماعي لطنجة، وبحضور السيد فتح الله العلو عمدة الرباط وعدد كبير من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية المنتمين جغرافيا إلى الجهات 16 للمملكة. وأفاد بلاغ للجمعية أن السيد العماري أشار في تدخله في بداية الاجتماع إلى أن هذه الدورة الثانية للمجلس تأتي بعد 3 أشهر على انعقاد أول لقاء للجمعية، كما تعقد في سياق تاريخي خاص يمر منه المغرب ومدينة الرباط بشكل خاص، متمثل في احتضان المدينة لأشغال القمة العالمية للسلطات المحلية والجهوية، المؤتمر الرابع لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية. نختم بالخبر الرياضي، حيث أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي أن مهاجمه الدولي الإسباني فرناندو توريس سيبتعد عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام ستيوا بوخارست الرومانية التي أقيمت أول أمس الثلاثاء في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا. وذكر الموقع الرسمي للنادي اللندني أن توريس يعاني من إصابة في أربطة الركبة اليسرى، وهي الإصابة التي سيغيب على إثرها اللاعب عن مباراتي منتخب بلاده أمام بيلاروسيا وجورجيا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014. بهذا نكون قد أنهينا الموجز، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.